علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثبت وكوه والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغزو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ راكم كامل شابين اليوم بهذا المكياج وكامل. برافو برافو. إذا مرحبا بكم. شكون اللي كلمناهم بالتليفون باش جاوا لعندنا؟ إذا يا أطفال، الأطفال اللي راهم معنا كامل كلمناهم بالهاتف باش يجوا يحضروا معنا. وأنتم تاني إذا حبيتوا تحضروا معنا في حصة مع عمو يزيد، ما عليكم إلا توجهوا لموقع الإنترنت عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، كامل الأطفال اللي سجلوا حبيت نقول لهم بركي صبروا شوية، راح نكلمهم سوف يرنوا الهاتف. علاش؟ لأنه تسجيلات راهي بزاف، راهي تعدات 20,000 طفل اللي حاب يجي يحضر حصة مع عمو يزيد. إذن يصبروا علينا شوية وراح نكلمهم كامل وإن شاء الله يحضروا معنا، نحبهم حنا تاني. إذن اليوم كاين احتفال مهم جدا. واش يصادف يوم أول ماي؟ يوم أول ماي، يوم أول ماي. واسمك أنت؟ محمد. وين تسكن محمد؟ في تيارت. في تيارت؟ جيت من تيارت؟ واه. أوه خيار الناس خيار الناس. واش يصادف يوم أول ماي؟ عيد الأم. عيد؟ الأم. ماشي عيد الأم، حاجة عيد الأم ماهوش بعيد، راهو قريب بصح ماشي اليوم. تعرف أنت؟ واسمك؟ شمس الدين. وين تسكن شمس الدين؟ في باب حسن. باب حسن. واش يصادف أول ماي؟ في بارك. ها؟ في بارك؟ البارك. قولي بنتي أنت، واسمك؟ شروق. شروق، الله يبارك. وين تسكن يا شروق؟ 5 جويي. 5 جويي، 5 جويي باب زوار يعني. الله يبارك. واش هو الجواب؟ عيد النصر. لا لا، عيد النصر يوم 19 مارس. أو جاز عيد النصر. واسمك؟ محمد. محمد، واش يصادف يوم أول ماي؟ يوم العلم. لا لا، يوم العلم 16 أفريل. لا لا، يوم أول ماي. يوم أول ماي. واسمك بنتي؟ سيرين. سيرين، وين تسكن يا سيرين؟ في تيارت. خوك هذا؟ لا لا ماشي خوك، في زوجتو متيار تشوفوا عمو يزيد. مرحبا بكم بنتي، مرحبا بكم. واش هو الجواب؟ الجواب هو عيد العمال. عيد العمال، برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، يوم أول ماي هو عيد العمال. عيد العمال، على بالكم بلي العمال منذ سنة 1889 ونحن نحتفل بهذا اليوم لأنه يرمز سي لو سامبول تاع لا لوت دي كلاس. دونك هو كفاح الطبقات، كيفاش العمال كانوا يطالبوا بحقوقهم، لأنه على بالكم بكري كانت طبقات، كانت طبقة الكادحة، كانت طبقة المتوسطة. إذن كفاح العمال هذه لا لوت تاع هاد لي ترافايور كانت ضد هاد الطبقات هذه. ومن منذ هذاك اليوم احنا نحتفلوا بعيد العمال، ودرت لكم من بعد مفاجأة جميلة على عيد العمال. أنا نقول لكم قبل ما نروحوا للفقرة الموالية، دائما قبل ما نروحوا للفقرة الموالية دائما نطرح عليكم لغز. هذا اللغز لكم أنتم وأصدقائنا اللي لم يشوفوا فينا تاني، الأطفال بإمكانهم المشاركة في الجواب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن اللغز يقول: ما هو الشيء الذي اسمه كلونه؟ حاجة اسمها ولونها كيف كيف. معليش فكروا إلى غاية نهاية الحصة كتكوت وأصدقائنا، ما تبيعوش الماتش صح. خلهم يفكروا الأطفال. شيء اسمه كلونه. إذن عرفتوا؟ صبروا معليش، صبروا لغاية نهاية الحصة. دركا
راح نستضيفوا باحثة درت لنا بحث عن شخصية مرموقة في تاريخ الجزائر خلت بصمتها، وهي عبد الحق بن حمودة. اتفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على شخصية عبد الحق بن حمودة. ولد عبد الحق بن حمودة عام 1946 بقسنطينة، وأغتيل في 28 جانفي 1997 بالجزائر العاصمة. ولد بن حمودة وسط عائلة متكونة من 5 إخوة وأختين. عمل عبد الحق بن حمودة في قطاع التعليم، وأدار لعدة سنوات تعاونية التربوية والثقافة بمدرسة البرج ببلدية صغاية. التحق بصفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1972، وتقلد فيه عدة مسؤوليات نقابية، حتى انتخب سنة 1990 أميناً عاماً له، وأعيد انتخابه سنة 1994. كان من أبرز المناضلين، وقد تعرض لأول محاولة لاغتياله أشهر قليلة قبل المحاولة الثانية، حين كان يغادر مسكنه بالقبة. شكراً. إذن يا أطفال، عبد الحق بن حمودة كان أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لذا اخترناه كشخصية في عيد العمال. نترحموا عليه، اغتيل على يد الإرهاب سنة 1997. إذن كما قلت لكم مقبلة، ما نقدرش نجي لعيد العمال وما نديرش أغنية على العامل. إذن تغنوا معايا كامل أغنية يا عامل اليوم نجازي. يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك، بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك. يا عامل اليوم نجازيك، يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك، بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك. يا عامل اليوم نجازيك. بالإتقان نشهد لك في تحقيق المعجزات، وبالصحة ندعو لك لتقديم التضحيات. بالإتقان نشهد لك في تحقيق المعجزات، وبالصحة ندعو لك لتقديم التضحيات. يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك، بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك. يا عامل اليوم نجازيك، يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك، بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك. يا عامل اليوم نجازيك. تسعى جاهدا وتجتاز كل الصعاب، تعمل دوما صامدا بالرغم من الأتعاب. أنت تسعى جاهدا وتجتاز كل الصعاب، تعمل دوما صامدا بالرغم من الأتعاب. يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك، بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك. يا عامل اليوم نجازيك، يا عامل اليوم نجازيك بعربون تفانيك، بالتكريم نحييك وبالشهم نناديك. يا عامل اليوم نجازيك. يا عامل يا مجيب
ويا محب العطاء بالصبر أنت مشيد عزيما دون عناء أنت عامل يا مجيد ويا محب العطاء بالصبر أنت مشيد عزيما دون عناء يا عامل اليوم الجازي بعربوني تفاني بالتكريم نحييك وبالشام نناديك يا عامل اليوم الجازي. برافو، عجبتكم الأغنية؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا نعيطوا دركا العم فؤاد اللي جانا من كندا من مدينة موريال. قولوا معايا كامل عم فؤاد، عم فؤاد باش يتفضل. عم فؤاد تفضل. عم فؤاد برافو 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 برافو. عجبكم عبو فؤاد؟ برافو. واش راكم يا اطفال دركا نروح نحكي لكم حكايه؟ تحبوا الحكايات؟ يلا نحكي لكم حكايه السلحفات والفيله. يلا اروحي بنتي يا اطفال. كما وعدتكم راح نحكي لكم حكايه الفيلة والسلحفات. كانت واحد الفيلة كانت حابة تبدأ فصل الربيع بقطف الأزهار باش تاكلهم. دخلت لواحد الحقل فيه أزهار بزاف هكذا، ولكن هذاك الأزهار كانوا معمرين بالنحل بالنحل. كي خرجوا النحل هكذا خافت هذيك الفيلة وهربت، خافت يقرصوها وكامل. وبعد هربت لبرا هكذا وقعدت. جات واحد السلحفات فايته هكذا، قالت لها واش بيك واش بيك؟ قالت لها حبيت نقطف واحد الازهار باش ناكلهم وصبتو معمر بالنحل هكذا وما قدرتش، كيفاش ندير؟ قالت لها انا نروح نجيب لك الازهار. قالت لها كيفاش؟ انا اكبر حيوان واثقل حيوان، النحل ما قدرتلوش، وانت زعما سلحفات صغيره هكذا راح تقدري. وسخرت منها هكذا، تمسخرت بها. قالت لها السناي. ومن بعد هذيك السلحفات دخلت للحقل هذاك، كي لحقت الازهار هكذا، هذوك النحل حاولوا باش يقرصوا السلحفات ولكن ما قدروا يديروا لها والو لانها محصنه. شفتوها سلحفات لا تورتيو كاش دايره؟ اذا حاولوا هذاك النحل يقرصوها ما قدروش. اذا قطفت هذاك الازهار وجابتهم للفيله، قالت لها شوفي دركا شوفي كيفاش انا قدرت نجيب لك الازهار.
عمو يزيد تسمى الحكمة اللي نستخلصوها من هذه الحكاية تقول يجب علينا أن لا نسخر من الآخرين. بالضبط بوبي بالضبط بالضبط بالضبط. صفيقة صفيقة على بوبي صفيقة. يا أطفال بالمرات الإنسان يكون في موقف قوي ويكون أخو الإنسان الآخر في موقف أضعف كما يقولوا، ما لازمش نسخروا من هذاك الإنسان مهما كان. إذن لا يجب أن نسخر من الآخرين يا أخي يا أطفال. شكرا شكرا شكرا. عجبتكم الحكاية؟ إذن يا أطفال لحقنا لواحد الركن اللي نحبوه بزاف، هو الركن اللي تجو تحكوا لي فيه النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ أروحي بنتي تعالي 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 هلا تفضلي. واسمك بنتي؟ شروق. اقعدي شروق. من جيتي شروق؟ من 5 جويلية. باب زوار، انت هذا مقبلة. احكي لنا النكتة تاعك. كان في قديم الزمان واحد سلحفة كانت حبت تمشي، كانت حبت تدير سباق. جاز الأرنب قالها إذا حبيت تدير سباق ديري معايا. ماذا راحوا كانوا يتسابقوا، قال الحيوانات شجعوا السلحفة. ماذا الأرنب عيا، راح رقد قدام واحد الشجرة. ماذا السلحفة هي كملت، ماذا هو شافها كي كانت جاية راح يجري. قالها خلاص انا ديت العبره من هذيك الخطره، وليت ندير المنبه قدامي باش كي تكوني جايه نوض. برافو برافو برافو. تفضلي بنتي. شكون اللي عنده نكته؟ اروحي انت يا بنتي تعال تعال. تعالي غير بلاك غير بلاك بلاك بنتي. فوالا. واسمك؟ مروة. مروة وين تسكني مروة؟ بيرتوتا. بيرتوتا خيار الناس. كنا قالك واحد جاي حيذبح دجاجة تريسيتي راح طفى الكونتر. برافو برافو برافو. اروح تعال تعال هاي اروح. فوالا من تما تعال اروح. اقعد هنا. واسمك؟ تالي. واسمك؟ تالي. وين تكون؟ الدار. وين؟ الدار. تكون في الدار. احكي لنا النكتة تاعك. قول سيتها سيتها. اي معلش كي تفكرها قولي. شكون اللي عنده نكتة تاني؟ انا. اروحي انت يا بنتي يلا يلا بلعك. تفضلي بنتي. واسمك؟ اسمي دحلب سيرين. دحلب سيرين. دحلب سيرين. وين تسكني؟ في تيارت. في تيارت. تي تاع مقبله. شفيت عليك يلا. كنا النكتة. كان زوج اطفال، طفل قال خوه قالوا بلي كي تروح ليكول النقطه تاعي اللي تحت المعدل قولي بلي كنت عادت نقطه واحده تحت المعدل قولي محمد يسلم عليك. زوج محمدين يسلمان عليك. كي جا خوه من البيت من المدرسه قال له بلي كل امه محمد تسلم عليك. برافو برافو برافو. لحقنا دركا ركن الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي لونه كاسمه؟ هكذا؟ نعم هذا هو. نعم واحد ما قال لكم قالكمش. تعال اروحي. واسمك؟ سيرين. سيرين. وين تسكني؟ في العفرون. في العفرون. ولات بليده هذه. واش هو الجواب؟ البطه. البطه. لا لا مش. تعالي تعالي. واسمك؟ شروق. شروق. قولي لنا واش هو الجواب؟ البيض. ابيض. الابيض. واش هو الجواب؟ البيض. البيض ولا الابيض؟ البيض. تفضلي. معلش اسمه كلونه هو البيضه. تعالي تعالي شروق. اذا شروق شروق الجواب هو البيضه. اعطيني الهديه تاع شروق. الهديه تاع شروق. إذن الهدية تاعك يا شروق هي سيدي مدرستي في ألبوم غنائي عمو يزيد، وعندك
قبعة مع عمو يزيد، وعندك علبة من عند عمو فؤاد فيها ألعاب الخفة، وفي نهاية الحصة راح يوري لك كيفاش تستعمليهم. يا أخي مبروك عليك بنتي. وصلنا دركا لفقرة عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد سيرين 8 سنوات. تفضلي سيرين، تفضلي سيرين، أعطي لي الشهادة تاع سيرين. فوالا يا أطفال، روحي بنتي. يا أطفال، عمو يزيد يهدي لكم ليكم كامل شهادة مشاركة باش تعلقوها في الدار، ديرولها كادر وتعلقوها، شهادة مشاركة في حصة مع عمو يزيد. هذه تاعك يا سيرين وتاوعكم، كي تجوا خارجين كامل كل واحد ياخذ الشهادة نتاعو. يا أخي فوالا بنتي. إذن أصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع سيرين، وإحنا نغنوا لها عيد ميلادك سعيد يا سيرين. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لك يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لك يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن العد التنازلي 8 7 6 5 4 3 2 1. يلا طفي الشبع. برافو برافو برافو. قطعينا الكاتو، حنا رانا جيعانين، وانا ما بقى لي الا نقول لكم يا اطفال بقاو على خير، استنونا في الاسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناه على 5 تاع العشيه نهار 3 على قناتكم الشروق تي في. نحبوكم. لا تحزن وحن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. برافو. هيا بوسوها بوسوها بوسوها. مبروك عليك بنتي، مبروك عليك.